مشاهدينا الأحباء، ويروح أسبوع ويجي أسبوع ونلتقي مجددا مع فقرة جديدة من فقراتكم خلك مع المسيح. أحبتي في المسيح، اليوم حيكون موضوعنا عن قول المسيح لا تدينوا لكي لا تدانوا، متى 7:1. هذا من أقوال المسيح، وحنا عندنا شيء مشابه لهذا الكلام، يقول اللي فيه شوكة تنخسه، أو اللي على راسه بطحة يحسس عليها. يعني أنت لما تحكم على واحد في الحقيقة أنت بتحكم على نفسك، لأنك في الغالب أنك بتسوي نفس الشيء. ولو فرضنا جدلا أنك ما تسوي هذا الشيء، فبمجرد أنك حكمت على خويك فأنت مذنب. ليش؟ لأنه هل أنت تدين نفسك لو سويت أنت نفس هذا الشيء؟ طيب، واحد منكم ممكن يسألني ويقول طب ليش ربنا أعطانا عقل؟ مش علشان نستخدمه ونحاسب الآخرين ونحكم على تصرفاتهم؟ صحيح، ولكن هناك فرق بين الإدانة وبين المحاسبة والنقد البناء. لما أنت الدين واحد، على الأغلب أنك تبي تقول أنا أحسن منك وما أسوي اللي أنت تسويه، مثل قصة العشار والفريسي، القصة مذكورة في لوقا 18. ولكن المحاسبة والنقد البناء يتم بدافع المحبة للتوجيه والتصحيح. مثلا تلاقي الأب يوجه عياله علشان يمشوا في الطريق الصحيح ولفعل الخير، والمدرس المخلص تلاقيه يكون مخلص في نصيحته مع تلاميذه، والحاكم كذلك، والشرطي والقاضي وهكذا، علشان يستدب الأمن. ولهذا السبب تلاقي الحاكم الناجح يكون عنده مستشارين كثير علشان يأخذ آراء شرائح مختلفة من المجتمع، تماما مثل ما يصير في الدول المتقدمة مثل أمريكا وأستراليا وغيرها، لأن الكتاب المقدس يقول بكثرة المستشارين يخلص الشعب، أمثال 11:14. علشان كده تلاقي ربنا كان يرسل الأنبياء علشان يصححون مسار الشعوب، وبعدين يرسل القضاء، وفي هذه الأيام الرب يعطينا حكام وولاة، الرب يختارهم طبعا، وحنا من واجبنا أننا ننتقد أعمالهم النقد البناء، مرة بشكل فردي أو بشكل علني حسب الحاجة. ولكن المهم يكون إبداء الرأي يتسم بالمحبة ويكون نابع من قلب محب. مثلا تقدر توجه رسالة للحاكم أو رئيسك في العمل أو ممثل الحكومة المحلية للمنطقة اللي أنت تعيش فيها، تبدأ بذكر أشياء إيجابية يسويها هذا الشخص، وبعد كده تذكر وجهة نظرك بكل محبة، وتختم بذكر أشياء إيجابية. وزي ما كان أبويا يقول، الكلام اللين يفتت الصخر، ويمكن أنك سمعتها من أبوك ولا من جدك. أصلي أن الرب يهدي سر الجميع ويمنحكم سلامه، سلام المسيح يسوع. آمين. الله لنا ملجأ وقوة، عونه متوافر لنا دايم في الضيقات، علشان كذا ما نخاف ولو تزحزحت الأرض وانقلبت الجبال إلى قلب البحار، تهيج وتزبد مياهها، تتزلزل الجبال من عنف جيشانها، تفرح مدينة الرب حيث مساكن العلي بنهر دايم الجريان. الله في وسط المدينة فما راح تزعزع، يعينها الله في الفجر المبكر، ماجت الأمم وهاجت فتزلزلت الممالك، ولكن ما اندوى بصوته حتى ذابت الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب، تعالوا وشوفوا أعمال الله اللي صنع عجائب في الأرض، يقضي على الحروب في الأرض كلها،
يكسر القوس ويشق الرمح ويحرق المركبات الحربية بالنار. استكينوا واعلموا أني أنا الله أتعالى بين الأمم وأتعالى في الأرض. رب الجنود معنا ملجأنا إله يعقوب. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم في فقرة جديدة من فقرات سعودي مسيحي. من وقت كنت ولد صغير وأنا متشوق جدا وأتمنى أشوف التوراة كتاب اليهود أو أتعرف عليه، وكان هذا بسبب آية قرآنية تقول: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. وهذه قصة قرآنية ملخصها أن النبي سليمان حب يجيب عرش ملكة سبع، فسأل الموجودين في مجلسه من الإنس والجن عن مين يقدر يجيب له. ومثل ما نعرف كمسلمين أن الجن كانوا مسخرين لخدمة النبي سليمان، فقال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. وهذه طبعا قوة خاصة وغير عادية يتمتع فيها هذا العفريت، لكن في نفس الوقت وقف واحد رجال عادي من بني إسرائيل لا يملك سوى مجرد علم من الكتاب واللي هو التوراة، وقال: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فعلا قدر يجيب العرش في طرفة عين واحدة، فكنت مبهور بقوة هذا الكتاب العجيب اللي بمجرد علم منه قدر هذا الرجل يجيب عرش ملكة سبأ في لحظة. وزاد اشتياقي أكثر وأكثر لما سمعت وشفت بعض آيات الإنجيل اللي كان يكتبها الأخوة المسيحيين في البالتوك عن المحبة والرحمة والحكمة. ولأني قررت أبحث عن الله فكان ضروري جدا أقرأ الإنجيل والتوراة، فاغتنمت هذه الفرصة علشان أتعرف عليهم. وكنت أعتقد أنها عدة كتب متفرقة وأن المسيحيين عندهم الإنجيل واليهود عندهم التوراة، أما الزبور فما كنت صراحة أعرف بالضبط من فين أجيبه. فرحت إلى دولة مجاورة أعرف إن فيها كنيسة ومكتبة مسيحية، وبدأت أبحث فيهم عن التوراة وعن الإنجيل وعن الزبور. فلما دخلت المكتبة وطلبت من الأخ اللي شغال هناك يعطيني التوراة والإنجيل، تفاجأت إن كل الكتب اللي كنت أبحث عنها موجودة في كتاب واحد بس اسمه الكتاب المقدس. فيه التوراة وفيه الزبور وهم فيه الإنجيل وفيه أكثر مما كنت أتوقع، فكانت صراحة صدمة لي، يعني صدمة أني عرفت أن الكثير من عامة المسلمين ما عندهم حتى أبسط المعلومات عن كتب لا يتم إيمان المسلم إلا بالإيمان بها كركن أساسي من أركان الإيمان الست، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ألا أن المسلمين ممنوعين منهم ومحرومين من التعرف عليهم. اسمحوا لي أعزائي المشاهدين أقدم لكم اليوم نبذة مختصرة عن كتابي المقدس، أشرح فيه أقسامه وإيش ممكن نعرف عنه. وكمعلومات أولية عن الكتاب المقدس، فإن الكتاب المقدس هو أقدم كتاب لم ينقطع تداوله في العالم، وهو أكثر كتاب يمتلك مخطوطات قديمة، وهو الكتاب الأكثر قراءة وتوزيع في تاريخ البشرية، والوحيد اللي ترجم لأغلب اللغات البشرية، حيث ترجم لألفين لغة تقريبا، وطبع منه أكثر من 6 مليارات نسخة، وهو أكثر كتاب أوحى
برسم لوحات فنية أو مقطوعات موسيقية أو شعر أو أدب أو مسرحيات أو أفلام أو أكثر، وهو أكثر كتاب صدرت عنه دراسات وأبحاث وكتب جانبية. وهو يبدأ بسفر التكوين وينتهي بسفر الرؤية، وأول جملة فيه تقول: في البدء خلق الله السماوات والأرض. وآخر جملة فيه تقول: نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم، آمين. فالكتاب المقدس كتاب موحى به من الله، ومش مجرد كتاب كتبه رجال الله على مر العصور بس، لكن الله هو الذي اختار هؤلاء الرجال وأوحى إليهم بالروح القدس ما أراد لهم أن يكتبوه، تاركا لكل واحد ثقافته وأسلوبه الخاص اللي يعبر به عما أوحى به الله إليه. يقول الرسول بطرس بالوحي المقدس في رسالته الثانية 1:21: لأنه لم تأتي نبوءة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. وينقسم الكتاب المقدس إلى قسمين: العهد القديم والعهد الجديد، ويتكون من مجموعة كتب صغيرة اسمها أسفار، وعددها 66 سفر، 39 سفر في العهد القديم و27 سفر في العهد الجديد. ويحتوي كل سفر على وحدة أصغر منه اسمها إصحاح، وكل إصحاح يتكون من وحدة أصغر منه وهي الآية، فتعتبر الآية أصغر وحدة في تكوين الكتاب المقدس. تمت كتابة الكتاب المقدس خلال فترة تجاوزت 1500 سنة، واشترك في كتابة هذا الكتاب العظيم أكثر من 40 كاتب كتبوه في أماكن مختلفة وأزمان متباعدة وثقافات وخلفيات متغيرة عن بعضهم البعض. فمنهم مثلاً الطبيب، ومنهم الفيلسوف، ومنهم الملك، ومنهم الرجل البسيط، ومنهم الصياد، ومنهم الراعي. ومع طول الفترة اللي كتب فيها ومع كثرة الكتاب اللي شاركوا في كتابته على إنه منسجم ومتناغم ومتماسك ويمشي في اتجاه وموضوع وخط واحد، فتصور 1500 سنة وأكثر من 40 كاتب على أنك تجده متطابق تاريخياً واجتماعياً ونفسياً وروحياً وثقافياً وموضوعياً بشكل رائع. ولا عجب، فمصدره واحد، هو الله سبحانه. فالعهد القديم يسمى التناخ، ويؤمن باليهود والمسيحيين، ويتكون من أسفار التوراة أو كتب موسى الخمسة، وهي التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية، وتتكلم عن بداية خلق الله للكون وخلق آدم وحواء ووقوع آدم في الخطية، ويذكر وعد الله لإبراهيم وخروج بني إسرائيل من مصر وبداية الشريعة والأحكام وعلاقة الله مع بني إسرائيل. بعدها تأتي الأسفار التاريخية، وتليها أسفار أو كتب الحكمة، وفيها المزامير اللي هو الزبور، وفيها سفر الأمثال وكتبه النبي سليمان، ثم تأتي أسفار الأنبياء الكبار، ومن بعدها أسفار الأنبياء الصغار. وبعد العهد القديم يجي العهد الجديد أو الإنجيل، وهو الكتاب الذي يؤمن به المسيحيين. والإنجيل يعني ككلمة البشارة السارة أو الخبر السار، ويبدأ بالأناجيل أو بالبشارات الأربعة: إنجيل متى، إنجيل مرقس، وإنجيل لوقا، وإنجيل يوحنا. وهنا يحتاج أوضح أن مفهوم الوحي الكتابي في المسيحية يختلف عن مفهوم الوحي في الإسلام. فمفهوم الوحي في الإسلام هو وحي منزل من الله حرفياً. شلون حرفياً يعني؟ يعني كلمة كلمة وحرف حرف. أما الوحي في المسيحية فليس وحياً تنزيلياً حرفياً، وإنما وحياً تاريخياً يقوم على أسس تاريخية ويرتبط بأحداث التاريخ
وينتقل بواسطة شهود شفاعة وكتابات بمختلف الفنون الأدبية. ففي الوحي المسيحي لم يعد العهد الجديد عهد حرف بل عهد روح. فسجل الأنبياء نبواتهم مش عن اجتهاد بشري أو تفسير خاص فيهم، لكن بوحي من الروح القدس. فكتب عنها متى ولوقا ومرقس ويوحنا، وكل واحد بأسلوبه وثقافته وزاوية المعينة، لكن كلهم كتبوه مسوقين بالروح القدس. وعشان كذا كل مرة يسمع فيها إخوان المسلمين عن أربعة أناجيل يروح فكرهم على طول إلى أنهم أربع نسخ مختلفة من الإنجيل الأصلي، مطبقين نظرياتهم وفهمهم الإسلامي للكتب السماوية. ومن خلال الإنجيل بنتعرف على شخصية أعظم من سكن ومشى على هذه الأرض، نتعرف على شخصية السيد المسيح وميلاده وتعاليمه وبشارته وأهداف تجسده على الأرض، وإيش قال عن نفسه وليش جاي ومين أتباعه وكيف نكون منهم ونمشي معاه في رحلته من ولادته مروراً بصلبه وموته وقيامته من الأموات ورجوعه إلى السماء اللي هو جاي منها. وبعد البشارات الأربعة يأتي سفر أعمال الرسل واللي يتكلم عن بداية الكنيسة الأولى ومرحلة النمو والاضطهاد وحلول الروح القدس على التلاميذ في يوم 50، وتحول اليهودي شاول الطرطوسي أحد أكبر المضطهدين للكنيسة وللمؤمنين المسيحيين إلى بولس الرسول رسول المسيح، وقصة لقاء بيسوع. وعندها تأتي وبعدها تأتي رسائل الرسول بولس الموجهة لشعب الكنيسة في أماكن متفرقة والخلفيات مختلفة، وعددها 14 رسالة. يجي من بعدها 7 رسائل لباقي الرسل، وينتهي كتاب الله المقدس بسفر الرؤيا. إذن 66 سفر تسمى بالأسفار القانونية التي اعتمدتها الكنيسة، وهذا ما يعني أنها أصبحت أسفار إلهية بس لأن الكنيسة اعتمدتها، ولكن الكنيسة أصلاً اعتمدتها لأنها فعلاً أسفار وكتب موحى بها من الله. فوحي الله سبق اعتمادها من الكنيسة، واللي رفضت أسفار كثيرة منحولة ومفترى على الله افتراء واضح، وتحمل في طياتها أخطاء واضحة وصريحة تاريخياً وثقافياً وفي الشخصيات والأماكن، بل إن بعضها كتب بقرون طويلة بعد السيد المسيح مثل إنجيل برنابا وإنجيل الطفولة وغيرهم. وفي تجربة شخصية قررت مرة من المرات أقرأ الكتاب المقدس وأحط خط تحت كل جملة أثرت فيني أو تعلمت منها حكمة أو شيء مفيد. وصدقوني بعد انتهائي من التجربة وجدت أني حطيت خط تحت كل جملة وحرف في هذا الكتاب العظيم. وأنا اليوم أدعوك عزيزي المسلم للتعرف على كلمة الله والاستمتاع بها ومحاولة التعرف على الله المحب وكيف تعامل مع شعبه بكل سلام ومحبة. وفي الختام أشكر لكم حسن مشاهدتكم وأشوفكم على خير وفي أمان المسيح. أحبتي في المسيح، أحييكم في فقرة جديدة من الفقرات اللي تتكلم عن روائع الإنجيل العظيمة. واليوم حنتكلم عن موقف المسيح وحواره مع نيقوديموس معلم الشريعة. أحبتي في المسيح، وخص بالذكر أحبتي المسلمين وأهلي وربعي وعيال بلدي، حديث المسيح المذكور في يوحنا الإصحاح 3 مع نيقوديموس بالتأكيد حيجاوب على اللي يدور بداخلك مثل ما جاوب على تساؤلاتي. حنا كبشر نحب ربنا، ومرة نقول له تعال، ومرة نقول له ابعد عني ودي أسوي اللي أبيه بدون ما تعاقبني، ومرة نقول لربنا وريني الطريق وأنا مستعد أتبعك. هذا هو حال البشر. نيقوديموس هذا كان
يعرف أنه المسيح حيجي وحيخلص البشرية ويحكم بشرع ربنا، مثل أي مسلم الآن يعرف أنه المسيح بيجي في آخر الزمان. نيقوديموس هذا الرجال اللي كان يعرف عن الشريعة ويعرف أنه المسيح بيجي من خلال دراسته للكتاب المقدس، لأنه هو أصلا يعتبر معلم شريعة، وبدأ يدرس ويقارن الأشياء اللي كان يسمعها ويتعلمها وشافها في المسيح، وعرف أنه المسيح هو اللي ينتظره الناس. الحلو بنيقوديموس أنه تواضع ومكابر وحقد وصار يقتل ويضطهد أتباع المسيح مثل باقي المعلمين الشريعة، لكنه راح لعند المسيح علشان يستفسر منه ويعرف الحقيقة. لكنه مثله مثل أي مطوع أو مسلم وده يعرف عن المسيحية، تلاقيه يستفسر بالسر علشان الخوف من الاضطهاد، تماما مثل مين؟ مثل ما سوى نيقوديموس. نيقوديموس هذا راح لعند المسيح متى؟ بالليل علشان لا حد يشوفه، والدليل مكتوب انه راح بالليل في يوحنا 3:1، على الاغلب لانه خايف على سمعته او خايف يفقد وظيفته كمطوع او معلم شريعة، او انه خايف انهم يضطهدونه لو شافوه يتكلم عن المسيح. نيقوديموس هذا دخل بنقاش مع المسيح يبين انه لو مش راضي يتخلص من داخله، يعني يبغى يخلص بس مش عارف كيف من داخله، لدرجة انه المسيح قال له انت محسب نفسك معلم شريعة ومش عارف موضوع الولادة الثانية، لانه كان يتكلم عن الولادة الروحية الولادة الثانية. المسيح قال الحق اقول لك، ان كان احد لا يولد من فوق لا يقدر ان يرى ملكوت الله، يوحنا 3:13. والولادة الروحية هذه اللي تكلم عنها المسيح هي اللي تغير الإنسان من الطبيعة الفاسدة إلى حياة جديدة اللي كلها قوة فوق الطبيعة، لأنها من عند الله تجيك. فلما تجي للمسيح بكل إيمان تتغير حياتك من القديم إلى الجديد، وهذا يساعدك علشان إيش؟ علشان تمشي بشكل أفضل إلين ما تتشبه بالمسيح يسوع نفسه، لأنك تؤمن به وتأخذه قدوة حسنة ومثل أعلى. لكن نيقوديموس عارف أنه المسيح هو المسيح المنتظر حسب الآية 2. رد المسيح على نيقوديموس به شوية قسوة لكنه مليان بالمحبة. الرب يبي يساعد نيقوديموس ويساعدك أنت بعد أن تتغلب على خوفك. معرفتك بالمسيح مدعاة للفخر، مش شيء تستعر منه وتسويه بالسر أو بالليل. أتباع المسيح واتباع المسيح يحتاج منك أنك تعطيه الوقت الكافي من التفكير والاهتمام. تخيل وضع نيقوديموس وهو مش مصدق متى يجي الليل علشان يروح للمسيح ويستفسر منه ويسأله الأسئلة اللي براسه. أكيد كان عنده طول اليوم لهفة وشغف أنه يقابل المسيح ويهرج معه، تمام مثلك أنت الآن عندك رغبة أنك تتقابل مع المسيح وتستفسر منه عن الطريق الصحيح. جماعة الخير، صحيح أنه نيقوديموس جاء عند المسيح بالليل خوفا من الفضيحة والاضطهاد، لكنه شارك بدفن المسيح علانية وقدام الناس، هو شايل 100 من، يعني حوالي 50 كيلوغرام من المر والعود علشان يغسل جسد المسيح قبل الدفن. تخيل معي واحد شايل 50 كيلو عود، طبعا هذا ما يقدر يخبيها، 50 كيلو هذه طبعا أكيد هذا إنسان يعلن إيمانه بالمسيح، لأنه صعب تخبي 50 كيلو زي ما قلنا. المسيح يدعوك أنت الآن للولادة الثانية، الولادة الروحية. إذا أنت ما كان عندك القرار علشان تنولد الولادة الجسدية
الآن أنت عندك الفرصة أنك تصلي وتطلب من ربنا الولادة الروحية. قول معي: يا رب غيرني واعطيني أن أنولد الولادة الروحية اللي قلت عن تكلمت عنها لنقودوموس. يا رب فهمني الطريق الحق وخليني من أتباعك المخلصين. أحبك يا رب وأدعوك أنك تخش في قلبي وبيتي وحياتي وكل شيء أملكه. يا رب ما أبي شيء من الدنيا غيرك. أنت يا رب مبتدا غاية وملجئي. أشكرك يا رب أنك سمعت واستجبت صلاتي بالمسيح يسوع. آمين.